الشيشيلي، الشيشيلي بيتعادل في الدقيقة نقول 29. 1-1. الضربة الحرة المباشرة بيعملها رضا حلوة، نبيل، نبيل محمود يطلب وعمل ولد دماغه، وجول 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 للزمالك، جول للزمالك، جول للزمالك. اسماعيل يوسف، اسماعيل يوسف، نبيل محمود، نبيل محمود، اسماعيل يوسف ده ناحية المدرجات، نبيل محمود اللي نزل في الشوط الثاني مكان هشام ياكل، عمل جول جميل. متابعة، متابعة من نبيل محمود، أو بنشوفها مرة ثانية، أو نبيل هو اللي كملها الحقيقة برجله الشمال. نبيل محمود نبيل محمود في الدقيقة تقريبا 14 من الشوط الثاني بيتقدم بنادي الزمالك 2-1، 2-1 للزمالك. والخالد الغندور اللي رجع واستلم ومشي ناحية اليمين، شال اليمين برجله الشمال وعرقلة وضربة جزاء، ونشوفها مرة ثانية، أو خالد الغندور مشي من ناحية اليمين برجله الشمال وفات، أو مرة واحدة مفاجأة، أو باينة باينة. بيتصدى أشرف للعبة وجول أشرف، وجول أشرف قاسم، 3-1. لعبها على شمال عبد الفتاح شفيع، وأشرف قاسم وراح ناحية مدرجات الدرجة الثالثة عشان يحييها. أشرف، أشرف قاسم في دقيقة 34 من، وبنشوفها مرة ثانية الإعادة، وبنقولها للمستمعين إن أشرف قاسم على قاسم ماشي مشوار طويل زي ما حضراتكم شايفين. في الشمال اسماعيل يوسف، اسماعيل وبيجري له ايمانويل وجمال عبد الحميد، بينية امامية طويلة، ايمانويل جول، ايمانويل جول، ايمانويل، ايمانويل جول، بالعرض من اسماعيل يوسف متقنة تيجي في ايد عبد الفتاح شفيع وتقع يكملها ايمانويل، وكان معاه جمال عبد الحميد. وبنشوفها مرة ثانية وبنوصفها للسادة المستمعين مرة ثانية، معذرة إذا كنا بنكرر لكن عشان بنذيع لساعة شباب الرياضة شايفينها قدامنا في التلفزيون وبنكررها.